بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من اكتر السوابق ليا كاهلاوي ان انا اتفرج على مباراه للاهلي بعد خساره، ببقى عارف كويس قوي ان انا جاي استمتع، جاي اتفرج على مباراه فيها ريحه اعتذار للجمهور من بعيد، جاي وعارف كويس قوي ان لعيبه الاهلي دايما بيكون عندهم رد فعل قوي مهما كان المدير الفني، لان مهما اختلفنا او اتفقنا مع موسيماني فالشكل والهويه بتاع النادي الاهلي مع موسيماني بدا يتغير كتير جدا، ودي مش عاجبه شريحه كبيره من الجمهور، لان في ناس شايفه ان موسيماني ما عندوش هويه هجوميه قوي. مهما كان الاهلي بيصنع فرص كتير، مهما كان الاهلي بيروح للجون كتير، تظل في الاول او في الاخر الكلام على فرديات اللعيبه هو اللي بيودي الاهلي للمرمى، مش موسيماني ولا افكار موسيماني الهجوميه. قد نتفق قد نختلف مع موسيماني، لكنه الراجل بيقدم شغل مميز، بيقدم نتائج مميزه جدا. يبقى بس عتاب بسيط جدا عليه في حته التعامل النفسي مع محمد عبد المنعم، لان محمد عبد المنعم اللي موجود مع النادي الاهلي حاليا هو مش محمد عبد المنعم نفسه اللي كنا بنتفرج عليه مع منتخب مصر. فاتمنى ان محمد عبد المنعم حد يقعد معاه ويهديه ويقول له انه مش مطلوب منك انك تأدي بنفس المستوى العالي اللي كنت موجود عليه مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، انك تأدي بيه كل مباراه، لان الاهلي من قديم الازل هو معروف ان هو منظومه جماعيه ممكن واحد يستخبى فيها لو مستواه سيء، لان ما اعتقدش ان رامي ربيعه بيقدم اداء اسطوري، لكن منظومه الاهلي القويه مخبيه لاعب زي رامي ربيعه وسطيها. منظومه الاهلي القويه قدرت ترجع محمد هاني تاني علشان خاطر يقدم اداء محترم كباك يمين. باك يمين كان بيلعب عليه لعيب نص ملعب، بس لما رجع المنظومه القويه اخبته. حمدي فتحي بيقدم اداء مميز جدا على المستوى القريب او البعيد. حمدي فتحي من ساعه ما جه الاهلي بيقدم مستوى مميز جدا للامانه، يعني عمرو السوليه مستواه ثابت جدا. لو حابين نتكلم على مجدي قفشه، فقفشه من اللعيبه اللي في 4-3-3 تحس انه تايه، بس برغم كده قفشه فينشر مميز جدا، بيعرف يسجل اهداف، وحتى تسجيل الاهداف دي بتنسي الناس حته انك التمركز اللي انت بتلعب فيه في الملعب الموضوع مش بتاعك. بس قفشه النهارده بتسجيله هدفين، اتمنى ان هو يرجع له الشغف تاني والثقه تاني، ان انا محتاج ان انا اثبت لكارلوس كروش ان هو غلطان فيا، واتمنى ان موضوع التمركز في ال 4-3-3 ده يكون بالنسبه لقفشه فكره تطور، ان انا اثبت لكارلوس كروش ان انا مش موجود بس في مركز 10، بس انا ممكن العب مركز 8 ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، وبما انك بتحب 4-3-3 فانا ممكن افيدك جدا. اعتقد ان ده تحدي موسيماني ممكن بقصد او بدون قصد دخل قفشه فيه مع كارلوس كروش، اتمنى ان قفشه يكسر التحدي ده. ميكي سوني ومحمد شريف واحمد عبد القادر. ميكي سوني باين لنا في ماتش مصر المقاصه ان هو عنده، بس مع الاسف الشديد مع الضغط اللي كان موجود على الفرقه النهارده ميكي سوني وقع مننا بدري شويه، رغم ان احنا قدمنا 12 دقيقه من الكتاب، 12 دقيقه جميله جدا جدا جدا، 12 دقيقه محمد شريف واحمد عبد القادر ومجدي قفشه كانوا بيقدموا سيمفونيه، بس احمد عبد القادر للامانه اللاعب اللي محتاج تقعد تتكلم عليه كتير قوي، لان اختلفت اتفقت احمد عبد القادر بقى واحد من اهم اللعيبه الموجودين في الدوري المصري، فنيا فرديا شخصيه. اتكلم على لعيب بسم الله ما شاء الله، لعيب صغير بس لعيب ممكن تقدر تقول عليه ان هو لعيب متكامل ولعيب في مرحله التطور، ونتمنى ان احمد عبد القادر نشوف منه حاجات اكتر من كده. وهنا بنرجع برضو لحته الكلام على التعامل النفسي، لان احمد عبد القادر محتاج انك في وقت من الاوقات تخليه يكمل مباراه. احمد عبد القادر ما ينفعش ان هو يكون بيقدم لك اداء مميز جدا ودايما اول تغيير احمد عبد القادر، او دايما ثانيه او ثالث تغيير تلاقي احمد عبد القادر. احمد عبد القادر النهارده عامل اداء مميز، خلي احمد عبد القادر موجود جوه الملعب يطلع قفشه، بحيث ان الجمهور حتى يسقف لقفشه على الاداء اللي عمله النهارده، ويسقف لقفشه على الهدفين اللي سجلهم النهارده. مش قصه انك لازم تكمل بيه كل مباراه. قصه ان في لعيبه محتاجه انك تكمل بيها مباراه بجد علشان تثبت لهم ان احنا ما بنقيمكمش كده وخلاص، وان انا ما بطلعكش مهما كان مستواك، وان انا هديك فرصتك كامله، وفي لعيبه ثانيه ما بتقدرش تكمل ماتشات انت بتديها تكمل ماتشات عافيه. ففي حاجات احنا محتاجين ان احنا نتكلم فيها. الكلام بيتعب، وفي ناس بتقول لك ده خد 2 افريقيا و2 برونزيه كاس العالم، فما ينفعش انك تتكلم معاه وتقول الكلام ده. بس الصراحه فرقه فاركو الاهلي عرف يخلص الماتش بدري قوي عليها، لان فرقه فاركو كابتن مجدي عبد العاطي عامل فرقه محترمه قوي صراحه، يعني مهما كانت النتيجه 4 الاهلي ضيع كتير، بس بالامانه مجدي عبد العاطي عامل فرقه محترمه جدا. الراجل عامل فرقه مميزه بدايه من محمد صبحي للنهايه لشكر نجيب وعمرو جمال، 3-4-1-2 مميزه جدا، من المدربين القليلين في مصر اللي بيلعبوا باتنين فراوده، ومدربين القليلين في مصر اللي عندهم هويه وعندهم شكل جوه الملعب. محمود حماده لاعب بيراميدز، واحد من اللعيبه اللي كان منتظر نجوميتهم في بيراميدز، فانك تجيب محمود حماده وانك تجيب معاه محترف افريقي زي كينجسلي
وجيفرسون، جيفرسون ده هو اللي الاهلي كان بيلعب عليه، الاهلي حرفيا كان شغال ناحيه جيفرسون ده ناحيه الشمال الشوط الاول كلها. هو التغييره دي عملها برده في ماتش طلائع الجيش، برده كان جيفرسون معمول عليه ادوار هجوميه كتير. عبد الله البكري، رامي صبري، احمد عبد العزيز، ازمي جومه، ازمي جومه اللاعب التونسي، انت جايب معاك محترف تونسي وجايب معاك لعيب من غينيا بيساو وجايب معاك لعيب من نيجيريا، وبصراحه اللعيبه دي محترمه جدا. الاهلي سجل فيك الهدف الاول عن طريق محمد شريف بلفه وسط عالميه بتقول ان شريف بقى بيعرف يتحرك في منطقه الجزاء وبقى عنده خصائص اللي تقدر تقول عليها بقت موجوده في المهاجم، اللي هو بيعرف يلعب بظهره، بقى بيعرف ان هو يلاقي يلتحم في الكرات العاليه. فشريف رويده رويده بيتحول لمهاجم تسعه كلاسيك، بس كلاسيك اللي هو كلاسيك مع سرعات، كلاسيك مع مهارات، كلاسيك مع تصويب. فانت بسم الله ما شاء الله داخلين على بروفايل مهاجم مرعب. نتكلم عن محمد شريف لو فضل في التطور اللي هو عليه دلوقتي الدنيا بالنسبه له هتكون مختلفه تماما. قفشه سجل هدفين بفينش ولا اجمل ولا احلى، وطبعا هاني اللي هنرجع برده نقول لك ان هاني لولا المنظومه القويه اللي برده مهما اختلفت او اتفقت مع موسيماني فالراجل عامل منظومه محترمه في النادي الاهلي. اللعيبه بتعرف تشيل بعض، اللعيبه بتعرف تشيل بعض، دي مش موجوده في حاجات كتير قوي في مصر، دي موجوده في الاهلي بس على فكره. الشوط الثاني كان فيه مشاكل كتير، ايه المشاكل الكتير؟ ان الاهلي مع موسيماني واحده من المشاكل اللي عنده فكره انك لا مؤاخذه مش طماع شويه، يعني سجلت ثلاث اهداف في اول ثلث ساعه وسجلت الرابع واتحسب عليك اوف سايد، كفايه كده، كفايه كده يا عم، ازاي ما انا هاجم شويه؟ لا كفايه كده. ودي برده من الحاجات اللي بتزعل الناس من موسيماني، اللي هو ليه كفايه؟ ليه اول تغييره تبدا بغير ديفندر بتفندر اليو ديانج ينزل وتطلع مكانه حمدي فتحي؟ ليه يعني؟ ليه دايما اول تغييره بتحس ان انا تبعت الماتش بدري قوي؟ يعني هو مثلا اليو ديانج وبعديه بيرس تاو مكان لويس ماكسوني، والتغييره دي الواحد قاعد يفكر شويه، طب هيطلع بعد كده محمد شريف وينزل حسام حسن؟ لان حسام حسن من اللعيبه اللي لازم تدي له وقت. حسام ما ينفعش انك تعامله المعامله الغريبه اللي انت لسه مكملها دي، اللي هو حسام مش اللعيب اللي يديك 3 4 دقايق، لا حسام حسن ما ينفعش تعامل معاه كده. حسام حسن سترايكر ومهاجم محترم، ممكن يكون جه الاهلي في مرحله الشخص الغلط، بس برضه هو مهاجم محترم لازم تعامله معامله كويسه، ما ينفعش انك تديله 3 4 دقايق، حسام مش مهاجم صغير. وخصوصا يعني انك مطلع محمد شريف في الدقيقه 69 ونزل مكانه طاهر محمد طه. طاهر محمد طاهر لما نزل المفروض ان قفشه كده اتحرك وبقى جناح، وطاهر محمد طاهر بقى موجود ناحيه الشمال ورا قفشه، ومفروض ان احنا دلوقتي عمرو الصلاح حركناه من ناحيه اليمين ناحيه الشمال، وهلم جرى سعادتك ولقينا ان اللي بيلعب ناحيه الشمال بقى حسين الشحات. فبسم الله ما شاء الله يعني هي كلها مشت زربيح، بس حسين الشحات قدر ان هو يسجل الهدف الثالث بعد الكره مخاوف احمد عبد العزيز، بعد ما بالهدف الرابع اسف، بعد الكره خبطت مع احمد عبد العزيز. حسين الشحات كان بيلعب هاف شمال يا حبيبي، بجد والله حسين الشحات كان بيلعب. بص احنا قلبناها اربع، بص احنا ما قلبناش 4 2 3 1، هي 4 3 3 بدينا بيها وقفلنا بيها. بس موسيماني لو حبيت تركز معاه الافكار الفنيه والتكتيكيه قسما بالله العظيم هتتعب قوي، فبلاش تركز مع موسيماني في حتت التغييرات وحتت طرق على الله حكايتنا. بنتكلم في منظومه قويه بس تكتيكيا الفرقه ملهاش ملامح خالص، كلها ماشيه كده بلا منطق. بس المهم ان الاهلي شخصيته حاضره في الدوري، وحته ان احنا نتكلم في الدوري دي احنا كنا بنتكلم ان موسيماني شغال في افريقيا بس والدوري عنده مشكله، فدلوقتي موسيماني خبط في افريقيا ورجع لماها تاني في الدوري. الاهلي قدم سيمفونيه جميله الشوط الاول، قدم سيمفونيه جميله جدا. هل معنى كده انك تقعد تدي له باكج بعد الماتش كل الاهلي قدم سيمفونيه وقدم ابداع؟ والله لو قلت كده هتبقى منافق. احنا بنحب المنافقين في التحليل في مصر، بس مش لدرجه انك تقول ان الاهلي الشوط الثاني اللي كان تايه فيه كان قادر ان هو يسجل الثالث والرابع والخامس. هو اللقطات الوحيده اللي قال كان ممكن يسجل فيها الرابع الشوط الثاني اللقطه بتاع بيرستاو، اللي بيرستاو خد في محمد صبحي فيها، انما غير كده الموضوع بالنسبه للاهلي الشوط الثاني كان الموضوع فيه صعوبه كبيره جدا انك تعدي نص الملعب اساسا. ليه؟ لان احنا فرقه بنكتفي بموضوع الثلاثه، جبت ثلاث جوان في اول ربع ساعه ليه يكسب سكور؟ ما بحبش انا الحاجات بتاع مكسب سكور دي. راجل يا مفتري، انا يا عم انا مفتري، ولا عجبك بقى المفتري اللي كان بيتكلم عن الماتش ده؟ ما عجبكش المفتري والله يا باشا، اهو مفتري كانك ما شفتش الفيديو عادي.